أخبار اليوم. شهر رمضان في لبنان. في لبنان يستقبل المسلمون شهر رمضان بشوق إلى لياليه ذات الطابع الخاص، فتضج الطرقات بالناس وخاصة ساعة الإفطار، حيث يهرعون إلى بيوتهم قبل أذان المغرب ويتم تركيب الزينة في الطرقات وكأنها عرس، كما تزدحم الجوامع بالمصلين لإقامة صلاة التراويح، كما يتبادل الناس التهنئة بمناسبة قدوم هذا الشهر. ومن المشروبات المشهورة في لبنان شراب الحساء بجميع أنواعه، والفتوش المؤلف من الخس والبندورة والخيار والحامض، والبطاطا المقلية، والحمص بالطحينة المشهور لبنانيا. أما الأكل الرئيسي فالشائع الملوخية الورق مع الدجاج، بالإضافة إلى الكوبيبة المقلية. أما بالنسبة للحلويات فالشعبيات والأرز بالحليب من أهم أنواع المفضلة.